اللعبة هي كالآتي، عندنا قلاصات أربعة بلاستيك هناك قدامنا، وأكو أربع كروتة وأربع أوراق، ثلاث أوراق عفوا بيدينا. إيش راح نسوي؟ راح نخلي قلاص وراح نخلي وراء كارت، وراح نخلي قلاص، راح نخلي وراء كارت، راح نخلي قلاص، راح نخلي وراء كارت، راح نخلي قلاص، راح نخلي لا خلاص استهمنا. أربع قلاصات وكروتة، من نخليهم كملنا بعدين. إيش راح نسوي؟ ما خلصت، لا راح نجر الكروتة بحيث نجره حيل أو بسرعة كبيرة حتى ينزل الجلاس هنا، ونجر الثاني بحيث ينزل الجلاس فوق، ونجر الثالث بحيث ينزل الجلاس هيجي، بحيث توصل الجلاسات كلها صحيحة بلا ما توقع. أهم شيء الأساس يكون صح، البقية سهلة. البقية سهلة؟ سنتر بالنص. هاي أول محاولة بعد الفشل، خلينا نحاول مرة ثانية. ثلاثة اثنين واحد. دقيقة دقيقة نيو. مستحيل. يلا واحد دقيقة خلي يخلص جودي. اثنين جاهز جودي؟ ثلاثة اثنين واحد. ليش كان؟ بقى واحد بقى واحد. إذا نزلت هذول الاثنين، إذا نزلوا على هذا أنا الفايز. مستحيل مستحيل. أنا بطل. الفائز وياكم هو ريان زيتو.